مستمعين ومستمعات إذاعة الجزائر من جيجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج بلاطو مفتوح. بلاطو مفتوح مباشرة معكم بلال في الإخراج، حمزة في هندسة الصوت، في التقديم معكم يوسف. مستمعينا اليوم في برنامج بلاطو مفتوح نستضيف لكم المدرب في التنمية البشرية سي عبد الوهاب عفان. عبد الوهاب مساء الخير. مساء الأنوار، وشارف أني كون ضيف عندك في كل مرة إن شاء الله. هذه غيبة من العام اللي فات عبد الوهاب. كتعرف سما في العمل تاعنا في العمل العقاري على بالك سما لا بيريود سي لا سيزون تاع الصيف، دونك تحكي لنا شوية وكي تفوت لا سيزون نرتاحوا شويه. عبد الوهاب راك متواجد دائما في مواقع التواصل الاجتماعي. البارح شفت لك فيديو عجبني بزاف، قلت لك تحطوا عليه في تيك توك وثاني في الفيسبوك. كان الموضوع نتاعو انه بزاف يجوا يسقسيوك علاه واش نديروا باش نبداو مشروع، كيفاش كان الجواب نتاعك؟ الجواب تاعي كان بسيط جدا، انه فقط ابدا. يعني اغلب الناس يوقعوا في الخطا انه يبوزي لا كيستيون تاعو كيفاش نبدا، كيفاش نبدا مشروع تاعي، كيفاش او كيفاش ننجح او كيفاش نخدم او كيفاش درتها او كيفاش نعملها. هذا السؤال نورمالمون تبوزيه بعد ما تدير الخطوه الاولى. انا بالنسبه لي الجواب للسؤال كيما هذا انه ابدا فقط، يعني ابدا وبعد سهل الحال. لما تبدا تقدر تبدا تبوزي في الاسئله تاعك، راني بديت في مجال دركا واش نزيد ندير. هذا الفيديو كي شفتو جاتني الفكره عبد الوهاب تاع موضوع حلقه اليوم من برنامج بلاطو مفتوح. قلت لك اننا في دار جيجل نزوروا بزاف ارياف جيجل، جبال جيجل، وما شاء الله حوالي 82% من مساحه جيجل عباره عن ارياف، عباره عن جبال يعني ارياف. كي نقولوا جبال نعرفوا الثروات اللي موجوده في جبالنا في ارياف جيجل، ودائما في احتكاكي بالمواطنين هناك تحيه كبيره لهم نلقى فيهم ميزات رائعه اهمها النشاط والحيويه، لكن نلقاوهم عندهم هوايات ما تحولتش الى مشاريع. وكان نشوفوا في دول اخرى في الجبال تاع في الارياف تاعها نلقاو ماركات ولات غاليه بزاف، تشرى بزاف ونتاع الطلع على هذا الامر بزاف بزاف، تباع بمبالغ بالعمله الصحبه او مبالغ عاليه. علاش ما تكونش هذه الثقافه موجوده في الجبال تاعنا عند الانسان الريفي الجيجلي اللي يبدا مشروع صغير ويحولوا الى مشروع كبير وماركه مسجله. وكنت نتبادل معهم اطراف الحديث عبد الوهاب يقولوا لي كيش نديروا حنا المشروع هذا. بون، هي اولا اول حاجه لازم نفهموا طبيعه المواطن الريفي تاعنا، يعني حتى في المدينه كاين نوع من الخوف من انه يعمل حاجه قانونيه. نعطيك مثال، نعرف بزاف ناس يعني قادرين يديفلوبيو الصناعه تاعهم، هذه المشروع تاعهم من حاجه صغيره يعني الى حاجه يعني يعرف باسم الشركه تاعو هذه الصغيره، او ولكن هو ما يروحش للحاجه القانونيه. يعني مازال هناك تخوف من كل ما هو سجل تجاري، التخوف من الضرائب، التخوف من الكونترول دو كاليتي. دونك هادو امورات داروا لهم نوع من الوهم اللي خلى هذا صاحب الحرفه او صاحب المشروع الصغير هذا يفضل انه يخدم هذه الحاجه اونور كو يديرها حاجه قانونيه او يديرها علامه تجاريه. هذه النقطه الاولى. نكملوا في النقطه الاولى، لازم شويه نمشي مني وروح، يعني كناشطين في التجاره الالكترونيه ونخص يعني كاينين الناس يعني حاليا في كنحكيو على ولايه جيجل بصفه خاصه والجزائر بصفه عامه، صاروا كاين هادو ما يسمى بالمؤثرين. هادو المؤثرين هي حاجه اللي كناخذوهم بالجانب الايجابي، هما اشخاص محتكين بالناس يعني يوميا. هادو الاشخاص عندهم متابعين،
هادو الاشخاص انا بسيط فوالا مادام كيما راني نشوف انا راني نشوفهم يديروا في دي بيبليسيتي المارك لي مارك و اكسترا هذا يعني من حقهم يا با بروبليم سان ديرونج با ولكن افضل انهم يزيدوا هذه اللمسه تاع التوعيه هذه التوعيه ما كانش يعني انه يوصل مثال للشخص هذا اللي يخدم العسل تاع اللي يربي النحل او اللي يخدم زيت الزيتون او زيت الطرو او البيض البيولوجي او البيض البيولوجي فوالا يعني يشجع الجبن الجبن تاع المعز تاع اكزاكتومون يعني هادو المؤثرين قادرين يعطيو باللمسه تاعهم ويعطيو دعم يعني حتى الشخص هذا لما يقولوا فوالا اخدم العلامه تاعك وما تخافوش ويشرحوا لهم على ما هي الناحيه القانونيه وكيفاش يخدم في اطار قانوني في الكثير من الحالات من الناحيه القانونيه تساعدهم كثيرا خاصه نعرفوا انه توجه الدوله الان الى دعم هذه المتوسطه كاين حتى وزاره للحاضنات وتقدم يعني تسهيلات كبيره من اجل انه الفكره تولي مشروع اكزاكتومون ورئيس السيد رئيس الجمهوريه يعني من بين المشاريع الرئيسيه كما نقولوا بالبند العريضي في البرنامج مباشره حكى على لي ستارت اب باللي راح في مشروع في مشروعه راه مبازي على فئه الشباب وعلى فئه المشاريع الصغيره هذه وراه مبازي على هذه الكفاءات بصح اذا كان مثلا المشروع تاعك ما يكونش في ستارت اب وما يكونش مقنن من المستحيل انه راح تحصل على دعم ولا راح تعرف بالمشروع تاعك دونك هذه غتكون صعبه جدا. نعم عبد الوهاب كانوا بزاف يقولوا لي احنا عندنا مشكل تسويق شكون راح يجي لعندي لا هن ويشري عليا اكزاكتومون هنا عاود وليت لك النقطه تاع هذو المؤثرين كنت راح نحكي على الدوزيام لا دوزيام بارتي هذو المؤثرين يعني يعطيهم دافع معنوي انهم فوالا عندهم شبكه من المتابعين لما يشجعوا هذو الاشخاص لانهم يعني محتكين بهم راهم يعرفوهم باش نقول لك انا يجيو ليهم اشخاص ما يعرفوهمش يقولوا دير لي بيبليسيتي راني ندير لا هما في حد ذاتهم محتكين في كل قريه نلقاو مؤثر اكزاكتومون يعني حتى في كل قريه كاين واحد مشهور بزاف في مواقع التواصل اكزاكتومون دونك راهي كيما نقولوا راهي ولات طوندونس راهي ولات ترند هادو مؤثرين راهم يساعدوا في التسويق يعني لما شخص مؤثر حتى مثلا عبد الوهاب امراه مثلا تربي دجاج وحابه تبيع مثلا تاعها ولا البيض تاعها كاين ابنها هو اللي يحط لها في الفيسبوك هو اللي يصور وشحال من عائله نعطيك انا مثال في مجال العقارات يعني كنخرجوا في مجال العقارات نعرف انا بزاف اشخاص يجيو يبيعوا لي لي زابارتمون تاعهم عندنا في الوكاله ونعرف اشخاص ما في نتلاقى بهم ولادهم يحطوا لهم لي زانونس في واد كنيس يحطوا لهم لي زانونس في فيسبوك عاد يعرفوا يستعملوا الفيسبوك التجاره نعم لي كارت دو كريدي هادو باسيرا اكسترا عاد يعرفوا يروجوا يعني الناس ديفلوبا تصافر نعم وموجودة في كل مكان يعني حتى في أقصى القرى النائية في جيجل دائما تلقى شباب راهم بأفكار عالمية يقدروا يساعدوا يعني أخواتهم والديهم باش يروجوا للمنتجات نتاعهم فوالا وانا نصيحتي لأي شخص راه يسمع فينا ولا عنده حرفة ولا عنده أي حاجة كيما حكينا نهار العام اللي فات في الحصة اللي درناها اللي كانت ستارت اب تخدمناها أنا وياك النقطة أهم حاجة النقطة رقم واحد قبل ما تروح للسجل التجاري وقبل ما تروح الحاجة للعلامة التجارية والماركة ولا النقطة رقم واحد أنه الحاجة اللي راك تخدم فيها لازمها تتواجد أونلاين لازم تتواجد عبر الإنترنت أي حاجة لا تتواجد حاليا في العصر اللي رانا فيه إذا كان العمل تاعك ما راهش متواجد عبر الإنترنت راح يلقى صعوبات باش ينتشر اكزاكتومون عبد الوهاب فرص كبيرة جدا في أرياف وجبال جيجل فرص اقتصادية كبيرة بزاف نشوف مثلا في وسائل الإعلام الغربية خاصة مثلا الفرنسية الإسبانية الإيطالية راهم مشاو يعني بشكل ممتاز جدا في استغلال منتجاتهم في الأرياف وأصبحت ماركات عالمية لدرجة أنه كاين موردين يجيو بالهليكوبتر للجبل يهزوا المنتوج ويروحوا ما هي أهم المنتجات المطلوبة حاليا في الأسواق الوطنية ولا الدولية؟
اللي تكون مصدرها هو العائلات في الأرياف. نعم. وشوف حاليا الناس فهمت الأهمية التغذية لا نوتريسيون وظهروا درك بكري كانوا لي كوتش يحكيوا في الكوتي تاع لا موسكيلاسيون يعني كانوا نحكيوا كانوا يحكيوا في الكوتي تاع لا موسكيلاسيون كومبيان دي اكزرسيس تخدم وكيفاش تخدم لا بار فيكس وكيفاش تخدم الكوشي اكسيتيرا دونك تبدل التوجه دوك اغلب لي كوتش عاد يحكيوا في الكوتي تاع لا نوتريسيون على التغذية وصارت يعني حاليا صار واش يطلب الجسم صار 70% غذاء صحي و 30% تمارين رياضية دونك الموازين راهي تبدلت دونك معلومه عبد الوهاب عفان معلومه ايضا ولات متوفره ماشي كيما بكري باش ندعو على معلومه يلزمني نروح الموسوعه ولا الكتاب ونقدر نلقى نقدر ما نلقاش الان المعلومه متوفره مباشره تكتب في جوجل يمد لك المعلومات يعني التي لا تخطر على بال واصبحت الثقافه الغذائيه منتشره عند الناس الناس تحب تعرف واش تاكل اكزاكتومون نعطيك انا ابسط مثال المره اللي فاتت كنت مريح وكانوا كانوا دو غارسون يحكيو كنت نسمع واش كانوا يحكيو يعني عجبني الموضوع اللي كانوا يحكيو فيه يعني صافي بليزير لما نشوف زوج دو جون تاع الليسي بالك عمرهم 14 ولا 15 سنه كانوا يحكيو على الموضوع هذا كانوا يحكيو على الغذاء الصحي وهضر له صاحبه يعني بصريح العباره هضر له قال له انا نحب نفضل ان ناكل حاجه صحيه باش الى طحت تطيح على 70 سنه ما نطيحش على 40 سنه دونك لما طفل في عمره 15 سنه يحكي كيما نقولوا هذا النوع من المحادثات يعني صافي فريمون بليزير انا واحد من الناس فرحت ما شاء الله يعني حتى الاطباء اخصائي التغذيه في مختلف وسائل الاعلام حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ولاو يركزوا على هذه النقطه قلت الناس انها تبحث عن الغذاء الصحي وين موجود الغذاء الصحي في الارياف اكزاكتومون هنا نعاود فرص كبيره يعني توجه كبير من البلدان المتقدمه احنا نجيبوا الحاجه من البلدان المتقدمه اكيد نجيبوا المعلومه ديما من عندهم التوجه تاعهم حاليا يعني هما خلاص كرهوا من هذاك لي غراد سيال وكما كنا نحكيوا موبيل ولي فاكونس بالجيتسكي ولا عاد يحوسوا على لهم الاكتئاب عاد يحوسوا على انه يعيش بطريقه بدائيه بسيطه جدا يعني لما نشوفوا مشاهير تاع هوليوود ولا مشاهير تاع كرة القدم ولا تاع الرياضة اكزاكتومون يفضل انه يعدي الشهر تاع الفاكونس تاعو ولا 15 يوم تاع الفاكونس في مناطق في غابات في ارياف في مدن يعني كيما البلدان المجاورة تاعنا عرفوا كيفاش يستغلوا النقطة هذه لفائدة البلدان تاعهم يعني نعم. ففي النقطة هذه عبد الوهاب عرفوا انه الصيف هذه اللي فاتت كان يعني رقم قياسي من السياح دخل الجيجل كنت نتواصل مع الكثير من السياح دائما يسقسوني اننا حابين الاكل الجيجلي حابين نشوفوا حاجه جيجليه والسياحه الجبليه ثاني استقطبت يعني الاف سياح هذا العام يطلعوا للجبال يحوسوا على منتجات تاع عائلات يعني هناك يحبوا يشوفوا اشياء ما عندهمش في الولايات تاعهم اكزاكتومون هنا لونسي انا النداء باش يستفادوا من هذه الميزه اللي متواجده في الولايات تاعنا وما كاينش في ولايات اخرى لما يجيك 19 مليون سائح يريح عندك 3 اشهر او 4 اشهر اخي شفنا الولايه من زيامه حتى الميليه سيدي معروف معمره الغابات معمرين الشواطئ المدينه الجبال حتى 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 السائح ما عادش يجي مباشره يحوس على البحر انا عندي في الوكاله عادوا غير يتصلوا كاين اللي يحوس على حاجه على البحر وكاين حاجه اللي كانت ما كانش في الاوسط يعني عادوا يحوسوا على الجبل والواد فوالا عادوا يحوسوا على الجبل على الغابه كاين ان كوبل جاو فوتوا بالك تقريبا 20 يوم في ايراغن نعم يعني في دار ما فيها غير الماء والتريسيتي الغاز ما كانش دونك يعني حاجه لو كان معروف يعني كيفاش هذا هو exactly. كيف نستغل الطلب هذا لصالح الساكنه هناك اكزاكتومون دونك حنا الى حبينا نطوروا الولايه تاعنا نبداوها بالحوايج الصغار لان الحاجه الكبيره تجي من الحاجه الصغيره صحيح اكزاكتومون دونك والحاجه الصغيره والمتوفره
في الولايه تاعنا هي الحوايج البيوان بيض الدجاج كما حكينا فيه كما حليب الحليب حليب البقره ولا حليب الدجاج كي نقولوا الحليب نقولوا مشتقات نتاعو اكزاكتوم بصفه عامه عندنا عسل النحل عندنا الماكولات هذه التراديسيونال هذه تاعنا اللي كما عرفوا كيف هنايا في ولايه الجيجل كاين بزاف اللي مازالوا ما يعرفوهمش دونك وهذا مشكل كبير كيفاش نحولوا هذه الافكار هو هنا في مدينه الجيجل انه مجموعه من الفتيات داروا مطعم الاطباق التقليديه اللي يبيع عن طريق الفيسبوك حاب تاكل دويده ولا حاب تاكل رشته جيجليه ولا اتصل بهم يوصلك الطبق نعم يعني ربما مشروع او ثلاثه فقط موجودين في جيجل احنا حابين نزيدو نشوفوا هذا النوع من المشاريع في هذه المناطق الريفيه اكيد واش مطلوب من الساكنه هناك الحاجه الاولى انهم دركا حاليا يعني الانترنت راه متوفر عند الجميع لي سمارت فون هذول لا 3G لا 4G عاد في اي مكان تروح له راه متوفر الانترنت دونك بالنسبه للاشخاص بالك اللي كبار شويه في العمر اللي مازال تبان لهم حاجه كبيره وحاجه غريبه حاجه غريبه هذا الانترنت ولا شايفها حاجه صعبه يعني يشوف برك طفل صغير واحد من العائله سواء الابن تاعو او ابن الاخ او واحد من الجيران راح يعيد لك بطريقه يعني كيفاش تحول الحاجه اللي راك دير فيها كيفاش يحطها لك اونلاين يعني كيفاش يفتح لك ميتر صفحه عبر الفيسبوك يعني انا اطفال صغار تاع 12 سنه 13 سنه عندهم صفحات كبيره انا عندي ولد عمي بالك فيه 19 سنه عنده صفحه في اليوتيوب بالك فيها 1 مليون ابوني ولا شحال لما اشتغل وكنت نشوف هذيك القناه تاعو الدور في اليوتيوب قلت شغل بالي بلي تاعو دونك هنا تشوف باللي سما لا جوناس هذه اللي طالعه عندها افكار يعني تقدر تفيدك نعم عبد الوهاب شفت في وسيله اعلام فرنسيه في هذا الوقت من السنه يدير الفطر نعرفوا الفطر هذا شامبينيون فرنسا مشهور جدا يروحوا يلتقطوا سكان الارياف ويعدوا يبيعوه ماركه مسجله وفي دول كثيره يعني كيش السيستم نتاع حرت يعني احنا نتاعنا هنايا نديو قدامه يوميا وما نعرفوش بلي هذا غالي الثمن صح يعني لما تشوف يعني الحاجه اللي لما تدخل بار اكزومبل للسوبرات وتشوف قرعه صغيره تاع زيت الزيتون ولا قرعه تاع عسل النحل يتباعوا باثمان باهظه وانت على بالك انت ما راحش تشريها لانه واحد اللي يعرف ما يشريش هذا النوع يفضل انه يشريها من الارياف انا واحد من الاشخاص اني يفضل هذا النوع من المنتجات ان يجيبوا مباشره من الارياف بريميرمان ولكن هذه نحب ولا نكره الماركه هذه هي لما دير الماركه تاعك والتعليب اكيد اكيد الشرط على هذه على التعليب المنتوج اللي ما معلبش بشكل مغري يلعب دور كبير الباكيجينغ يلعب دور كبير دونك المطلوب منهم هو حاجه سهله يعني لو بليز امبورطون الحاجه الاكثر اهميه هو المنتج وهذه المنتج هو اللي ما عندهمش يعني اغلب الدول المشكل تاعهم في المنتج يعني ما عندهمش مشكل في العلامه يعني يجيب له اي منتج يدير له علامه يعرف كيفاش يروج لها يدخمها يجيب شخص عنده التكنولوجيا ما عندوش يجيب شخص مشهور يعني يدير به بوبليسيتي ويدخل به الاف دولار الان هذا المثال على دول الخليج اكزاكتومون دول الخليج حاليا راهي في استثمار مركز لاعاده التصدير اكزاكتومون ما عندهمش المنتوج يجيبوه من دول ويعاودوا يجيبوه من المغرب العربي نعم خاصه من دول المغرب العربي هما يجيبوه من دول المغرب العربي يعاودوا يديروا التعليب والباكيجي ويعاودوا يديروا يسوقوا له مليح ويديروا له ماركه مليحه ويحطوه في قنوات تلفزيونيه عالميه ويبيعوه باثمان باهظه يعني غاليه الثمن احنا هنايا لافونتاج تاعنا سي كو المنتج اللي هما عندهم فيه مشكل احنا ما عندناش فيه مشكل احنا عندنا متوفر بكثره يعني حتى ربي عطانا الخير والله عندنا يعني حتى الفواكه اللي كانت تدور هنايا في ولايه الجيجل في الارياف جبرات وحدها نعم صحيح على ذكر الفواكه عبد الوهاب كاين بعض القرى في ولايات اخرى
عندها منتجات ولات معروفة بشكل كبير. وشفت الأيامات هادو حتى يعني تقدمت مليح في التغليف، كانت تروح تشوف مثلا الكرطوس هذاك المجفف علامتين تجاريتين ولات هما الأشهر في الجزائر، في حين أنه الجيج لازم تكون موجودة، لأنه حتى الحب تاعنا يعني راهو مليح بزاف. نحبوا نكرهوا بون جيج المناخ صحيح شبه شويه تاع سكي كدا، جيج الويسكي كدا نورمالمون هادو كيماش انا مضرت شويه في بين الولايات، جبرت بلي انه جيج الويسكي كدا لازم يكونوا هما بحد ذاتهم علامه مسجله اكزاكتومون، يعني لازم يكونوا عندهم يعني ميد ان جيج اي حاجه بيو لازم هتكون عندها علامه تاعها وعندها باكاجين تاعها وعندها مصنع تاعها. احنا ما نحتاجوش مصنع، لان ما حش نديروا برودكسيون، فقط تغليب وماركه، ومتاكد انه راح نديروا يعني مبيعات ضخمه. انا اندهشت عبد الوهاب عندما شفت في دول ماذا يباع، رواس البقر يباع معلب، ويباع لهذو اللي يحبوا الازهار الزينه يحبوا يغرسوا، ويباع يعني ينتج في الجبال ويباع بخمس ست اضعاف أكثر منه الصناعي. يعني السوق راهو مفتوح، والاستثمار في هذه المجالات استثمارات راح تكون مربحة. عندنا نهضروا مثلا الشاب راهو موجود في منطقة ربما ريفية، منطقة نائية، وقرر وسمعنا وقرر أنه يبدأ فكرة من هذه الأفكار اللي طرحتهم النساء. واش هي النصائح اللي تقدمها له هذا الشاب؟ نصيحه اول نصيحه وكما بدينا ابدا النصيحه الاولى انه يبدا حتى ولو في طبلة، على اوموا كيما نقولوا هنا اوموا يدير الطريق. اوكي اوموا يكري لو شومان تاعو، يعني يحدد المنتوج، يحدد المنتوج اللي راح يخدمه. اسكو راح يخدم صناعه العسل، ولا راح يخدم راح يمشي في تيار الحليب، ولا راح يمشي في الفواكه، في التوت البري، في يعني في الفواكه البريه موجوده بكثره في الطرق. الحريه ليه؟ حسب يعني ما هو متوفر في يديه. فوالا اكزاكتومون، حسب ما هو متوفر في يديه وحسب الشغف تاعه. يعني واحد يحب يربي النحل ما تقدرش تحتم عليه انه يربي الخضره ولا الفاكهه. عندنا بالمقوله اللي تقول اذا لم تعمل ما تحب فاحب ما تعمل. فوالا اكزاكتومون، دونك اذا يبدا يعني انا نشجعه في الكوتي هذا تاع انه يخدم في هذه المنتجات الصحيه، لانه عليها طلب كبير جدا. انا من الناس عندي تقريبا 10 ايام من الحوس على البيض تاع العرب مازال ما كاينش. يعني في هذا الوقت من السنه المنتوج تاعو راح يكون منخفض، يعني الطلب راه كاين كبير عليه. دونك لما نحكي على البيض تاع العرب شحال من واحد كيما عبد الوهاب راهو يبحث، راهو يبحث على البيض تاعو. انا الثاني لكن انا لقيت انا طلي راسي منك في البيوع دونك فوالا. الى حبيت الى راك تسمع فيا حبيت تمشي في هذا التيار، اول حاجه ابدا، ثاني حاجه احب يعني احب الخدمه تاعك هذه، النقطه الثالثه حاول كيفاش توظفها عبر الانترنت حتى ولو ما عندكش ماركه. عامل مهم جدا جد حتى قبل ما تدير العلامه التجاريه. ما نبغاش نحكيو العلامه التجاريه ولا السجل التجاري، ما نديروش. ابدا بيع اونلاين، يعني افتح صفحه فيسبوك او انستغرام او اي حاجه، وابدا عرض المنتجات تاعك. يعني هذه كبدايه راح تتعرف، يعني الناس راح تجيب بعض الزبائن لما توصل للمرحله انك يعني عاد عندك مدخول اسبوعي، يعني اسبوعيا ولا عندك مدخول يعني اسبوعيا راك تبيع. هنا تنتقل لمرحله انك تحاول كيفاش هذا النشاط تحوله من نشاط الى عمل، او من موهبه الى عمل، يعني الى عمل حقيقي. دونك تقدر تدمج معك يعني اصدقاء جيران اقارب اكيد اكيد اكيد. لما تدير له حاجه قانونيه، دير له سجل تجاري او دير له بطاقه احترافي، يعني دير واش يساعدك. بعد ذلك يعني نحكي لما تمشي لك الامور بعد 6 اشهر او 9 اشهر من العمل، راح تبدا
يعني يوليو عندك زبائن دائمين سي بون تو ليزبيع بلا ما تعرض السلعه تاعك. هنا نعاودو نرجعو اذا شفت في برنامج ستارت اب نهار حكينا على الافكار السلبيه. اكزاكتومون. حاليا مثلا كاين مثلا شباب يفكر هكذا وسمعك واقتنع ومن بعد يروح يعرض الفكره على اصحابه ولا او حنا في ازمه اقتصاديه وشفت ازمه اقتصاديه عالميه والازمه الموجوده ثاني في الجزائر شكون راح يشري عليك هذه السلعه؟ هذا هو الفكره اللي راح يتعرض ليها في اول ما يتكلم على المشروع نتاعه. واش نعطيك مثال كيف يتصرف في هذه؟ لا نعطيك مثال دوكا اي شخص حب يبيع الماء كجبر اون سورس تاع الماء حب يبيع الماء اول حاجه اول عصير غادي يبداو انت يعني رحت نفس الماركه العلامات التجاريه العلامات هذو كامل وما وصلوش للعالميه وانت مباشره راح يصرى المسكين احباط يعني من تروح هذيك الموتيفاسيون اللي كان بها ولكن اذا النصيحه لا يستمع للمحبطين لا يستمع للمحبطين اي شخص انا مش فاكر قلت انه اغلب الثروات كونت في الازمات اغلب الثروات تبنى في الازمات هذه مقوله قالوها في الحرب العالميه الثانيه يعني كاين الناس كانت حرب في نفس الوقت كانت ناس تبني في الثروات تاعها في الكوفيد حكينا على كانت الناس خسرت والناس ربحت كانوا الناس كانوا خايفين من المرض ومن الموت في نفس الوقت كاين ناس كانوا يبيعوا في الفليجال و بافات وبالبرا والخيط بالك حاليا راهم تطوروا من الوقت هذاك يعني لا نسمع للمحبطين اكيد وما اكثر المحبطين في محيطنا والمشكل الكبير سكو المحبطين يقدروا يكونوا من العائله عاده يعني الاحباط بزاف يأثروا علينا اكثر هي العائله بزاف ناس صار لهم احباط كبير تذكرت هذا الفيديو كي قلت تلاقى واحد يقول لك هذاك ودار نفس المشروع ديالك وفشل سمع حتى انت تفشل ليس بالضروره اذا كان ليس بالضروره واذا كاين الناس نجحوا علاش انا ما نجحش دونك لازمك تمشي كما نقولوا بالنظره الايجابيه دونك هذا المجال كاين ناس نجحوا فيه وما عندهمش المنتج اللي عندي انا الا كان انا عندي منتج انا قادر ننجح خير من هذاك الشخص دونك هذه هي دونك نعاودو نوليو للفكره تاعنا انه بعد ما يولي يبيع بعد بدون ما يحتاج انه يعرض السلعه في المرحله هذه يحتاج علامه تجاريه ما يروحش يبدا علامه يروح يبدا يعني مباشره هو عنده زوج حبات بدا يبدا علامه تجاريه منه لا لما يولي وعنده زبائن بانتظام فوالا زبائن منتظمين هنا يحوس انه يديفلوبي ولا يكبر المشروع تاعو ويكري علامه تجاريه في المرحله هذه يقدر يدير علامه وبعد ذلك المشروع يقدر يكبر يعني حتى تلقى القريه كلها تساهم فيه كما يحدث في الكثير من الدول خاصه في جنوب شرق اسيا ونعرفوا واش هو الاقتصاد العائلي. اكيد وننصح اهل الارياف اذا كان شخص يعني مشى في هذه المرحله بالك كاين اشخاص هم يسمعوا فينا بالك راهم في مرحله انا عندهم زبائن بانتظام بالك راهم يسمعوا فيا راهم في مرحله بناء العلامه التجاريه او انشاء علامه تجاريه. اسم العلامة التجارية يلعب دور كبير يعني وحبت بشدة أنه العلامة تكون باسم المنطقة باسم المنطقة مثل ما يحدث يعني في الكثير من الدول في القرى القرية اسم القرية يولي علامة تجارية اكزاكتومون ومن بعد تحتكر هي العلامة ما تعطيكش الحق في استخدامها إلا إذا دفعت جزء من أصلا من الفوائد لها عدة شركات بنات الثروات تاعهم بسبب استغلال الاسم التجاري تاعها يعني نعرف بزاف شركات كانوا شركات يعني متوسطه ولكن عندهم علامه تجاريه مسجله كاينين دي جون استعملوا العلامه التجاريه اتاكاوهم اون جوستيس ربحوها من عندهم تعويضات كبيره دونك اللي كان جات ما عندوش علامه تجاريه اي شخص يقدر يستغل واش راك تخدم. نعم اذا عبد الوهاب نعرفوا انه جيجل ولات قطب سياحي كبير السياحه الجبليه بدات تدي مكان كبير في المداخل تاع السياحه وانت كخبير عقاري ايضا اللي عندهم افكار عندها علاقه بالعقار في الارياف والجبال بماذا تنصح؟
الريف حنا عندنا السياحة الريفية ما عندناش عليها ترويج كبير. أنا واحد من الناس يعني ما عنديش دي ما عنديش دي برودوي ولا سكنات يجيو يحطوهم عندي يعرضوهم عندي في في الوكالة بلي كاين للسياحة الجبلية أو الريفية يعني أنا ننصحهم يعني إلى عندهم في الأرياف كيما استغلوا أصحاب المدينة استغلوا السياحة من جانب البحر يعني راحوا بناوا داروا دي زابارتومون قرب البحر وعادوا ولاو يكريوهم ويبيعوهم للسياح. بالنسبة لأصحاب الأرياف نخليهم في الطابع الريفي يعني ما نصحبش أنهم يروحوا يديروا دي بروموسيون كيما هذيك في المدينة لا 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 هو طابع آخر هذا طابع آخر. عبد الوهاب نشوفوا للأسف الشديد في الجبال تاعنا تروح تلقى أننا أضعنا الهندسة تاعنا أضعنا الهندسة تاعنا. كنت تحدثت مع واحد المهندس معماري قال لي هذه تسمى الهندسة الأمازيغية قال لي أضعناها في جيجل لكن في ولايات أخرى مازالت في منطقة القبائل لأنه جيجل تعرضت في العشرية السوداء لنزوح وهجرة خلى هذا النوع البناء هذاك اللي راهو يجيب السياح هذاك النوع تاع البناء يعني كي توقف قدام الجدار ولا قدام هذاك الكوخ كيش مخدوم تكون نقعد هنا ونبات هنا وما نباتش يعني في غرفه مجهزه بكل شيء اكيد. وهذا هو الجانب اللي استغلته تايلاند. شوف لما الواحد يروح فاكونس لتايلاند بالقصر ما راحش يروح للغراتسيال ولا للزوتال مباشره رايح على جال انه البيوت هذوك اللي مبنيين بالقصر والقصر فوالا اكزاكتومون دونك هذا هو الطابع. دونك اوكي احنا نمشيو بالهندسه المعماريه تاعنا اللي ورثناها يعني بالبيئه تاعنا احنا كل واحد وطبيعه طبيعه الهندسه المعماريه يعني تاعنا. كيما قلت انت السائح كيجي يحب يشوف الاشياء اللي ما عندوش اكزاكتومون لما تدير انت بروموسيون بسات ايطاج لا فوي ايطاج في الريف يعني ما عندها حتى معنى. كان حديث عن السياحه الجبليه انه قد تنجز قرى بهذا النوع يعني في جبال جيجل لكن للاسف لحد الان لم تجسد يعني على ارض الواقع. تشوفها انت كخبير انها مشاريع يعني من 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 النظره السياحيه نشوفها مشاريع ناجحه مشاريع ناجحه قرى سياحيه على النمط القديم. الناس دركا اخي يوسف الناس الفاكونس تاعها ولا تهرب من الهرج دونك ما ولاوش يخلي للمدينه باش يجيك للمدينه. دونك الناس ولات تحب تبدل يعني كاريم الصحراء. علاش الناس تحب الصحراء في فصل الشتاء بون في الصيف من المستحيلات ولكن الناس تحب الصحراء هروبا من المدينه. كاين ناس ما تحبش تدي كونجي تاعها في الصيف تديه في الشتاء. علاش باش يهرب للصحراء يفوت شهر كومبلي في الصحراء. وشفنا المباني في ردايا في تمن راس في اكيد في ميمون يعني حافظت على الاصاله نتاعها. نتمنى انه هذا الامر يكون ثاني في جبال اكيد. وحنا الحمد لله يعني الجزائر ككل يعني ككتله ب 58 ولايه مليئه بالفرص فيها كل شيء يعني الحمد لله فيها الصحراء فيها الغابه فيها الريف فيها القرى فيها المدن الكبيره فيها المدن الصغيره ولكن كل واحد بالطابع تاعو وكان نعرفوا كيفاش نستغلوها يعني احسن استغلال. والله العظيم غير راحين كامل يد في اليد راحين نوضوا بلد كبير جدا. نعم ان شاء الله. سي عبد الوهاب عفان سعيد جدا انني استضفتك في البرنامج. بارك الله فيك دائما بالطاقه الايجابيه نتاعك دائما بالافكار النيره نتاعك. يعطيك الصحه نتمنى لك التوفيق ان شاء الله واكيد راح تجمعنا مواعيد اخرى بحول الله نزيدوا نستغلقوا فيها المواضيع. الهدف منها اننا ندير خطوة نحو الأمام خطوة مفيدة للمستمع لنا وللمستمع الكريم. يعطيك الصحة بارك الله فيك. فيك بارك الله. يعطيك الصحة أخي يوسف على الاستضافة. شكرا لإذاعة جيجل الجهوية. شاك فوا يعيطوني سان في ان كرون بليزير. نصيحة صغيرة برك للناس اللي راهم يسمعوا فينا بغض النظر عن الفكرة اللي راهي عندك سواء كانت في مجال اللي حكينا فيه اليوم او عندك فكره بالك جامي اكزيستات كيما الفيسبوك في وقت من الاوقات كان غير موجود كيما الانستغرام كيما الواتساب في وقت من الاوقات كانوا غير موجودين. دونك كل واحد راهي عنده حاليا فكره موجوده في مكان ما داخل المخ تاعو فقط يامن بنفسه ويامن بالفكره هذيك ويحاول
كيفاش يحولها الى الى فعل. الى الى فعل كما كما نقولوا هنا بدون تبدا الحاجه بفكره ومن بعد تصبح فعل. دونك هذه هي امن بالفكره تاعك وان شاء الله شوفوا بلادنا وكما البلدان. وكما يقال اهتم بافكارك لانك ستعيش فيها في المستقبل. يعطيك الصحه مره اخرى. شكرا جزيلا المدرب التنميه البشريه سعود وهاب عرفان. اشكركم مستمعينا على حسن الاصغاء والمتابعه والى اللقاء.